تاني يوم العيد كمان بنعيد كل المشاكل الماضيه نحن وياكم ما بيشبهوا اي وقت خلال النهار، فبندعيكم تبقوا رح نتفق احنا وياكم في مشاهدينا. ساشا نانسي وانا رح نطلع عليكم بهالحلقه المميزه والغنيه ليوم 30 تشرين الاول. مساء الخير. مساء النور. على الفيسبوك حاسه بوزيتيف انرجي، ان شاء الله طاقه ايجابيه، ان شاء الله هالطاقه بتلاقينا اليوم البوزيتيف ان شاء الله على امل. اكيد بدي امسي بالخير كل اللي عم بيتابعوا اليوم برنامجنا ببيروت من قلب الاسواق التجاريه. اكيد بنوعدكم بمحطات وفقرات عديده، بنتمنى اكيد تنال اعجابكم، وتحيه كبيره لكل اللي عم بيتواصلوا معنا من خلال صفحات التواصل الخاصه ببرنامجنا، وايضا لفريق عمل ببيروت على تحضير اليوم الحلقه، وان شاء الله بتنال اعجابكم. مساء الخير كمان بدوري لكم مشاهدينا وين ما كنتوا. يعني لو نحن بنفكر مثل ما المشاهير هوليوود بفكروا، كانت الدنيا بقت خير وبنعيش فوق ال 100 سنه. نحن طبعا متابعين بفقرات في بيروت، ولكن رح نتوقف مع استراحه قصيره مع الاعلان، وبعد البريك في عندنا مواضيع كثيره.